وسهلا ومرحبا بكم. برنامج يلي معانا اللي تعودتوا تتابعوه كل جمعة وسبت انطلاقا من 9:30 صباحا يتواصل ان شاء الله خلال شهر رمضان في مواعيد جديدة. ثم جملة من الفقرات القارة اللي تعودتوا انكم تتابعوها كما فقرة التغذية مع اخصائية عليا في التغذية مدام فاطمة بن حفصة. في رمضان ماذا بينا ما نعملوش حاجة قوية برشا حارة. اتبعوا معنا ايضا الفقرة الدينية مع شيخ محمد فوزي التومي. شهر الصيام شهر الخير، سيد الشهور الذي هو شهر رمضان المعظم. وصلت الأضواء كما عودناكم على الجمعيات التونسية اللي تكون حاضرة معنا وسط الفن. ما عادش فما فرق، ما عادش فما فرق ما بين وبالطبيعة لكل ربات البيوت نعاونوكم في دبارة كل يوم من خلال فقرة دبارة اليوم. ملا موعدنا إن شاء الله كل جمعة وسبت وأحد من 10 صباحا إلى حدود منتصف النهار. أحنا معاكم، خليكم معنا أنتم زادة في المتابعة. رمضان السنة محليها لمتنا.